في الفراش وإن شاء الله نشوف أيام زمان يا رب تعود كل بارتي تيفون ديرو سوليدير في جو الكورفاسود ترجع بينا لأيام. في أقل من ربع ساعة الدولة الترجية تسجل تقنع والله يحميهم العين الله يقوي السواعد في اليد وفي الفولي والكورة في الأقدام والساقين في الأقدام والقدام ناكست It's not over until we get the Champions League الإفريقية والحمد لله انتصار فثلاث نقاط فصعود دائما في الصدارة والحمد لله. حوار ساخن في استوديو البيان سبور بخصوص بن شريفية وطارق ذياب يصرح هذا اللاعب كامل الأوصاف ما شاء الله عليه. نقطة استفهام لغياب معز بن شريفية بالكلام هذا استوديو تحليل البيان سبور بدأ الحديث على الترجي والماتش اللي تلعب اليوم كونتر جالكسي البوتسواني. شفنا طارق ذياب الكابيتانو ولعب الترجي سابقا حكى على أهمية وجود حارس بقيمة وثقل بن شريفية وإنه متعود على الأجواء الإفريقية. في نفس السياق رينا تأكيد مع المحلل المصري الحاضر مع كابتن طارق واللي يكد أنه بن شريفية من بين أقوى حراس إفريقيا. والسؤال هنا بعد صولات وجولات حارس الأحمر والأصفر في أدغال إفريقيا وخبرته ومعرفته الأجواء مالي وغيرها من الظروف اللي تكون موجودة في زوز ماتشوات مصيرية وقادرة تهزنا للكاس العالمية بالتفكير وبالعقلانية أربع حراس ما فيهمش بن شريفية نتفكروا البراد نتفكروا الحضور الكاريزما القوة من غير ورود صدقوني اللي يملكها وما شاء الله عليه حتى باش يكون ليدر وكلها تعرف حارس كما هذا شنو ينجم يعمل شنو ينجم يقول الحارس موجود في التشكيلة الأساسية للمنتخب من غير بن شريفية وقادر انه يكدري. نمشيوا للي بعده فلاش باك ورينا طارق ذياب حكى زاد على الجهة اليمنى على رائد الفدع تحديدا مليح مليح يعرف شو يعمل ورينا ارقام جميلة وعظيمة لبن رمضان وحكاو على ستاتيستيك متاعو ما شاء الله عليه. لهنا طارق ذياب والبقية في استوديو التحليلي اكدوا على صعوبة بقاء نجم الترجي فيها المستقبل وانه الانتقالات باش تصير منا ولا منا والعروض الاوروبية باش تصير له وصعيب ياسر انه يكون في الاهلي ولا الزمالك بحكم امكانياته الكبيرة.